السلام عليكم. أنا برحب بحضراتكم في المعمل عندنا في كيوش يونيفرسيتي. أنا اسمي عبد الرحمن زكريا، بعمل حاليا باحث مساعد appointed assistant professor في مركز التعاون الياباني المصري للعلوم والتكنولوجيا بجامعة كيوش. في البداية أنا حصلت على درجة البكالوريوس في العلوم من جامعة أسوان في مصر، وبعدها التحقت بدرجة الماجستير في نفس الجامعة، ولكن خلال الماجستير كان لي فرصة أن أنا أدرس لمدة سنة أكاديمية كاملة في جامعة جرادز أو جرادز يونيفرسيتي في النمسا. وخلال السنة الدراسية دي درست في النانو فيزيكس، وكنت حابب أتعرف أكتر على مجال النانو فيزيكس، وكنت عارف أن النانو فيزيكس مجال كبير جدا وخصوصا في اليابان، فكنت مهتم جدا أن أنا بعد انتهاء من الماستر أبدأ أدرس الدكتوراه في اليابان. وبعدها بالفعل بدأت أقدم على أكتر من سكولارشيب، وحصلت على منحة كاملة أو بعثة كاملة لدراسة الدكتوراه في جامعة كيوشو في اليابان. اخترت جامعة كيوشو لأنها واحدة من توب 10 يونيفرسيتيز في اليابان. اليابان فيها حوالي 790 جامعة ما بين جامعات خاصة وجامعات حكومية. تعتبر جامعة كيوشو واحدة من العشرة، بتتراوح ما بين المركز الخامس للمركز الثامن، وهي من أفضل 150 جامعة على مستوى العالم. بالإضافة إلى كده، الحياة في مدينة فوكوكا اللي تقع فيها جامعة كيوشو حياة ممتعة جدا وحياة هادية، فأظن كل دي العوامل اللي خلتني أختار جامعة كيوشو.